السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حارت عليكم مجموعه وصفات كبيره جدا لتكبير وتسمين العضله الناعمه. قبل اي حاجه سامحنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس توصلكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. ودلوقتي انا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد، تمام؟ وكمان لو حبيتوا انكم تجيبوا ورقه وقلم علشان تكتبوا كل حاجه انا بقولها مفيش اي مشكله، وبرده لو حبيتوا انكم تعيدوا الفيديو من اول تاني برده مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتوا. حلو قوي. دلوقتي بقى هقول لكم على الوصفه الاولى، ركزوا معايا بقى. هتجيبوا طبق صغير، اهم حاجه يكون خويط علشان المكونات ما تقعش مره. حلو قوي. هتجيبوا معلقتين كبار من بودره الصويا في الطبق الصغير، بالاضافه على معلقتين كبار من بودره الصويا هتجيبوا معلقه واحده كبيره من زيت الزيتون، بالاضافه كمان الى يعني حبيتين من زيت السمك، بس لحد كده ونقف شويه، تمام؟ اول حاجه يعني هتجيبوا الحبايه الاولانيه هتفتحوها فتحه صغيره، والزيت اللي جوه الحبايه او جوه الكبسوله هتحطوها فين؟ على المكونين اللي هم بودره الصويا وزيت الزيتون، تمام؟ برضو الحبايه الثانيه طبعا هتفتحوا يعني فتحه صغيره كده علشان الزيت اللي جوه الكبسوله، وتفطوه فين؟ مع باقي المكونات. وبعد كده المكونات دي هتعملوها مع بعض بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه لحتى اما يعني ايه لون البودره يبدا يتغير شويه، تمام؟ بس من قبل ما نحط الوصفه دي على منطقه العضله النائمه لازم تغسلوها يا اما بميه سخنه او ميه فاتره، يعني ما بين الميه السخنه والميه البارده، تمام؟ علشان تفتحوا المسامات اللي بتبقى موجوده في منطقه العضله النائمه، وبالتالي المكونات او الوصفه دي تبدا تدخل تحت الجلد. حلو قوي. دلوقتي بقى احنا غسلنا خلاص المنطقه، هنمسحها باي حته قماشه او باي فوطه متاحه عندكم. وبعد كده هتجيبوا الوصفه دي حبه في اليمين وحبه في الايد الشمال، تمام؟ وهتدهنوا بيها منطقه العضله النائمه بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، وهتسيبوا الوصفه دي لمده ساعه او ساعتين او ثلاث ساعات. وكمان كل ما كانت يعني المده اطول كل ما كانت النتيجه هتبقى افضل وافضل بكتير كمان، تمام؟ طيب بعد المده المحدده اللي انتم محددينها هتغسلوا بقى منطقه العضله النائمه يا اما بميه سخنه او بميه فتره، وهتعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم كل يوم. وبعد ما قلت لكم على الوصفه الاولى دلوقتي هقول لكم وهعرض عليكم الوصفه الثانيه، برده ركزوا معايا واسمعوني كويس ونفذوا كلامي بالحرف الواحد. برده هتجيبوا طبق صغير بالحجم ده، واهم حاجه يكون خويط عشان المكونات ما تقعش بره، تمام؟ هتجيبوا بقى جوه الطبق معلقتين كبار من زيت الحلبه، بالاضافه كمان الى معلقتين كبار من بودره الصويا. طبعا المكونات دي هتقلبوها مع بعض بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، ومن قبل ما نستخدم الوصفه الثانيه دي لازم تغسلوا منطقه العضله النائمه زي ما قلت لكم في الشرح تبع الوصفه الاولى، تمام؟ وبعد كده هتبتدوا بقى تحطوا يعني تاخدوا حبه في الايد اليمين وحبه في الايد الشمال وتحطوها على منطقه العضله النائمه وتدهنوها بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه لمده يعني 5 دقائق او 10 دقائق، وهتسيبوا الوصفه دي زي ما تحبوا يعني الساعه ساعتين 3 4 5، مفيش اي مشكله خالص. ولو حبيتوا انكم تناموا بيها وتصحوا تاني يوم تغسلوها يا اما بميه سخنه او بميه فتره، مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتم. وكمان الوصفه دي هتعملوها مره واحده في اليوم وكل يوم. ودلوقتي هعرض عليكم وهقول لكم الوصفه الثالثه، برده هتجيبوا طبق صغير بالحجم ده، واهم حاجه يكون خويط علشان المكونات ما تقعش بره. حلو قوي. هتجيبوا بقى معلقتين كبار من دقيق القمح، بالاضافه كمان الى ربع كوبايه من الخل الابيض. طبعا المكونين دول مع بعض برده بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، وزي ما قلت لكم في الوصفه الاولى والوصفه الثانيه هتغسلوا طبعا منطقة العضلة النائمة قبل ما نستخدم أي وصفة، تمام؟ علشان تفتحوا المسامات وبالتالي المكونات أو الوصفة دي تبدأ تدخل تحت الجلد. حلو قوي. وزي ما احنا متعودين أو زي ما أنا قلت لكم كمان هتسيبوا الوصفة يعني ساعة ساعتين 3 4 زي ما تحبوا، مفيش أي مشكلة، وهتعملوها مرة واحدة في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على الوصفة الأولى والثانية والثالثة دلوقتي هقول لكم وهعرض عليكم الوصفة الرابعة، برضه هتجيبوا طبق صغير بالحجم ده ويكون خويط، تمام؟ طيب دلوقتي بقى هتحطوا في الطبق معلقتين كبار من الحلبه المطحونه، بالاضافه كمان الى معلقتين كبار من الخميره الفوريه،
بالاضافه كمان للحاجه الثالثه وهي الحاجه الاخيره، معلقه واحده كبيره من صيد الحلبه. طبعا زي ما احنا بنعمل دايما كل المكونات دي مع بعض هتقلبها بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، وبرده من قبل ما نستخدم الوصفه دي هتغسلوا منطقه العضله النائمه بميه سخنه او بميه فتره تمام، وبعد كده هتدهنوا منطقه العضله النائمه بالوصفه اللي انا قلت لكم عليها بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، وكمان هتسيبوا الوصفه دي في اي وقت انتوا تحبوه يعني ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه مفيش اي مشكله، وهتعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. ودلوقتي حارت عليكم وهقولكم الوصفة الخامسة حلوة قوي. دلوقتي بقى هتجيبوا طبق صغير زي ما احنا متعودين، وهتبتدوا تحطوا في الطبق الصغير ده هتجيبوا معلقتين صغيرين من الفاسلين، بالاضافة كمان الى معلقتين كبار من صيد السمسم، بالاضافة كمان للحاجة الثالثة وهي الحاجة الاخيرة ربع كوباية من مية الورد. طبعا عن الثلاث مكونات دول هتقلبهم مع بعض بشكل دائري او بشكل عقارب الساعة، وبرده هتغسلوا المنطقه دي زي ما احنا متعودين وزي ما انا قايل لكم دايما، وبعد كده هتدهنوا بيها بالوصفه الخامسه دي بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، وهتسيبوها يعني المده اللي تريحكم من ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه مفيش اي مشكله خالص، وهتعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما عرضت عليكم اول خمس وصفات دلوقتي هعرض عليكم الوصفه السادسه حلوه قوي. دلوقتي برده هتجيبوا طبق صغير بالحجم ده وهتحطوا جوه الطبق معلقتين كبار من صيد الحلبه، بالاضافه كمان الى معلقتين كبار من صيد السمسم، بالاضافه كمان الى الحاجه الاخيره هتجيبوا معلقتين كبار من صيد السيدون، بس ما تستخدموش مجموعه السيود دي الا لما تلاقوا لونها بدا يتغير تمام. وبرده هتغسلوا منطقه العضله النائمه زي ما احنا متعودين وزي ما انا قايل لكم، وبعد كده مجموعه السيود دي هتدهنوا بيها منطقه العضله النائمه لمده 10 دقائق او 5 دقائق، وزي ما قلت لكم سيبوها لاطول فتره ممكنه انتوا تقدروا عليها، وهتعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. واخيرا حاطط عليكم الوصفه السابعه والاخيره حلوه قوي. برضو هتجيبوا طبق صغير بالحجم ده، واهم حاجه يكون خويط علشان المكونات ما تقعش بره حلو قوي. هتجيبوا بقى معلقتين كبار من بودره الصويا، بالاضافه كمان الى معلقتين كبار من صيد الحلبه، بالاضافه كمان الى الحاجه الثالثه والحاجه الاخيره معلقتين كبار من صيد السمسم. طبعا الثلاث مكونات دول مع بعض بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، وبرضو هتغسلوا منطقه العضله النائمه يا اما بميه سخنه او بميه فتره، وبعد كده هتحطوا الوصفه الاخيره وهي الوصفه السابعه على منطقه العضله النائمه بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه لمده 5 دقائق او 10 دقائق، وبعد كده هتسيبوا الوصفه دي لمده ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه زي ما تحبوا خالص يعني تمام. ولو حبيتوا انكم تناموا بيها وتصحوا تاني يوم ان شاء الله تغسلوها مفيش اي مشكله برضو، وانصحكم انكم تعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على اهم واحسن وابطل واقوى سبع وصفات هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه العضله النائمه، انصحكم انكم تختاروا وصفه واحده بس وتمشوا عليها لمده 15 يوم او لمده 30 يوم، وبعد المده دي لو حبيتوا انكم تبدلوا الوصفه اللي انتم كنتم متعودين عليها بوصفه ثانيه مفيش اي مشكله، ولو حبيتوا انكم تفضلوا مستمرين عليها برضو يعني لحتى ما توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها برضو مفيش اي مشكله. وكمان برضو انصحكم انكم تعملوا التمارين اللي متعلقه بمنطقه العضله النائمه اللي موجوده على قناتي، جانب الوصفات اللي انا قلت لكم عليها علشان تلاقوا النتيجه اللي انتوا عايزينها في فتره قصيره جدا حلوه قوي. وكمان برضو لو عندكم اي سؤال او اي استفسار علقوا في كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي فانا بجد بشكركم من قلبي من قلبي على صبركم ودعمكم ليا. وبكده احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا بتعودين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يرجع له في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.